عندك عامل تضطهده، تصفعه، تأخر راتبه، تؤذيه، وهو هذا العامل المسكين يقول أنا وين أروح بعد؟ بالتالي هذا باب رزق، لازم أخضع، لازم كذا. إذا دعتك هذه القدرة على ظلمه، اذكر أن إليك موقف بين يدي الله عز وجل. ستكون أيها البعيد، أنا لا أخاطب السامعين فهم بحمد الله أرقى من هذه الأخلاق، إذا دعت الإنسان هذه الحالة لظلم غيره، خلي يتذكر يوم من الأيام يقف بين يدي جبار السماوات والأرض القادر المطلق، وآنئذ يود لو كان نسيا منسيا من ذلة ذلك الموقف. نسأل الله أن يقينا هذه المواقف وأن يعيننا على العدل. ابنك، زوجتك، بل زوجك أيتها المرأة، إذا دعتك ودعتكم قدرتكم على ظلم الضعيف، تذكروا يوما من الأيام يقول أمير المؤمنين عليه السلام للظالم بيديه عضة يوم يعض الظالم على يديه، يتندم ليش سويت هكذا. أساسا ليش الإنسان يظلم؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلاء قفولها ويطول في الثرى حلولها. على شنو أنا أظلم غيري؟ لماذا أسلب أمواله؟ لماذا أؤذيه؟ لماذا أطرده؟ لماذا أضربه؟ ليش؟ علشان نفسي، علشان هالبدن. طيب هذا البدن وهذه النفس رح تسرع إلى الموت، ثم ستبقى رهينة التراب آلاف السنوات، تعبث فيها الحشرات والديدان ويأكلها التراب والمدر. هاي اللي انت اشتغلت علشان، ليش ما جاب إلي كاس الشاي في وقته طرخ على وجهه؟ ليش ما عملت إلي العمل الفلاني رفس في بدنه أو بدنها؟ نفس هذا البدن اللي علشان كي الثوب وشرب الشاي والحصول على المال والتنعم فيه، هذا رح يطول في الثرى حلوله. تسوى القضية؟ ما تسوى أبداً.